هذا سائل يقول: ما حكم ترك فعل الأسباب من باب التوكل على الله عز وجل توكلا كاملا؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز ترك الأسباب. يقول: أنا متوكل على الله. الرسول سيد المتوكلين، وكان يتخذ الأسباب، يأخذ السلاح، يلبس المغفر، يلبس الدروع عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ، لا يعتمد على السبب ويترك التوكل، ولا يعتمد على التوكل ويترك السبب. لا بد يجمع بينهما. نعم.